بكل حرارة وبكل حفاوة. مرحبا بك منى فتوح. وأنا حضر علي الصافي المخرج المغربي المشارك في لجنة التحكيم هذه السنة في الفيلم في الجمهورية. وشكون من هذه المراجع ديال مراكش هو اللي يقدر يكون القاطره اللي غادي تسمع منى فتوح. منى فتوح العاشقه للفن للمسرح للسينما والتلفزيون التي فصلت مسارها الفني باعمال جد متنوعه. وكانت هناك مجموعة من الأشخاص الذين يحتفظون بالمجموعة التي تحتفظ بها المجموعة 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 التي تحتفظ بها المجمو